ما حكم إزالة الشعر من اليدين والساقين للنساء؟ سبق أنه لا نعلم فيه شيئا، أما النمر الذي هو في الحاجبين هذا لا يجوز، أما شعر الحاجبين شعر البدن اليدين ما نعلم فيه شيئا. الحديث جاء عن النامصة والمتنمصة وذلك أخذ شعر الوجه من النار أو الحاجبين، نص عن أهل العلم في تفسير الحديث، فلا يجوز الحاجبين ولا نمصهما ولا شعر وجه العادي، فذلك يمنع. أما كون يأخذ الرجل والمرأة شعر اليدين أو الرجلين فلا بأس، ويشرع للرجل والمرأة جميعا أخذ شعر الطين والعانة، العانة تحلق والرجلين تنفك والشارب يقص، هذا هو السنة، والظهر يقلم، هذا سنة للجميع للنساء والرجال. السنة لا يتأخر ذلك من 40 ليلة، يقول الله رضي الله عنه وقف لنا في قص الشارب وقلم الظهر ونفس الإبط وحق العانة، قال لنا فكذا أكثر من 40 ليلة. فالمشروع للجميع للرجل والمرأة قلم الظهر ونفس الإبط وحق العانة في أقل من 40 ليلة، يعني يتعاهد ذلك، والشارب حق الرجل كذلك لا يترك أكثر من 40 ليلة بل يتعاهد ويقص قبل ذلك لأنه يطول ويقبح.